وتوجد براهين كثيرة، دعني ألخصها يعني بدقيقتين أو ثلاثة. فمثلاً مئات من الشهود لمدة 40 يوم شافوا يسوع المسيح. التغيير الجذري اللي حدث في حياة التلاميذ من حياة الخوف والفشل والشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان إلى الإيمان إلى الجرأة إلى الشجاعة إنه يتكلموا عن يسوع المسيح، في شيء تغير في حياتهم. ثم شيء ثالث، حقيقة القبر الفارغ، أين الجسد؟ أين يسوع المسيح؟ فكان ممكن اليهود يدحضوا الفكرة، فكرة التلاميذ، ولكن لم يستطيعوا لأنه القبر كان فارغ. ثم الأكفان أحبائي، الجسد، جسد المسيح انسل من الكفن، والمنديل كان مطوي، كان موضوع جانبا. والكتاب يتكلم عن يوحنا رأى وآمن لما شاف هذا المنظر. يعني لو في جماعة سرقوا الجسد كما ادعى اليهود كان بيعبثوا في الجسد والأكفان إلى آخره، ولكن الكفن موجود لكن الجسد غير موجود لأنه انسل من الكفن. ثم أحبائي، ماذا عن صمت الأعداء؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بأي شاهد. ماذا عن الرومان؟ ماذا عن الحرس؟ كل فعلا هي شهادة أبلغ من كل الشهادات، صمت الأعداء. ثم تغيير يوم العبادة، طبعا السبت مهم جدا لأنه عهد وعلامة بالنسبة لليهود، وبما أنه المسيح قام يوم الأحد وأرسل الروح القدس باليوم الأحد وظهر للتلاميذ في يوم الأحد، فإذا رأت أن الكنيسة تغيير يوم العبادة، وهدول يعني أغلبهم كانوا من اليهود، صار يوم العبادة يوم الأحد بدل السبت، وهذا دليل على قيامة يسوع المسيح. ثم حقيقة وجود كنيسة مسيحية مبنية على أساس القيامة يعتبر برهان ودليل قوي جدا. ثم العهد الجديد كله بيتمركز، كله بيتمحور حول هوية يسوع، إنه جاء ليموت ويقوم من بين الأموات. حتى رسالة العهد القديم من نبوات ورموز كلها كانت تتحدث عن شخص يسوع المسيح.